المواطن المصري. تبدأ اليوم محادثات السلام لدولة جنوب السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث من المنتظر أن يتصدر جدول المفاوضات للتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار وآليات المراقبة. في غضون ذلك، أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير حالة الطوارئ في ولايتي الوحدة وجونغلي اللتين تخضع عاصمتهما الآن لسيطرة المتمردين الموالين لنائبه ريك ماشار، والذي يتهم كير بتدبير انقلاب ضده. على رقع المدافع، تنطلق في أول أيام العام الجديد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا محادثات سلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين للاتفاق على تفاصيل وقف إطلاق النار لإنهاء القتال الدائر منذ أكثر من أسبوعين في أحدث دولة في إفريقيا. يأتي ذلك في الوقت الذي اعترفت فيه حكومة جنوب السودان بفقدان السيطرة على مدينة بول المهمة في أحدث المعارك بين قوات الرئيس سلفا كير نيار بيت والميليشيات الموالية لنائب الرئيس المقال السابق رياك ماشار. تزامنا، وصلت مجموعة إضافية من أفراد شرطة الأمم المتحدة تضم 73 جنديا إلى جوبا، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة لزيادة عدد قوات حفظ السلام في جنوب السودان إلى الضعف لحماية المدنيين، خاصة في ظل تزايد أعداد اللاجئين الفارين من مناطق القتال. استقبلنا الآن 73 عنصرا من أفراد شرطة الأمم المتحدة. يأتي هذا في إطار تعاون بين البلدان، وبعدما أقر مجلس الأمن الدولي القرار فيما يتعلق بنشر وحدات من الشرطة هنا لإقرار القانون والنظام. وأجاز مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة بالإجماع أجاز خطة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لزيادة القوة في جنوب السودان إلى 12500 جندي و1323 من الشرطة، مع لجوء أكثر من 45000 مدني إلى قواعد المنظمة الدولية، حيث ستعزز القوة الإضافية قواعد الأمم المتحدة التي يلجأ إليها المدنيون طلبا للحماية. واندلع القتال في العاصمة جوبا في 15 من ديسمبر الماضي، وامتدت الاشتباكات سريعا إلى المناطق المنتجة للنفط، وأدت إلى انقسام البلاد بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير نيار بيت والنوير التي ينتمي إليها ريك ماشار نائب كير السابق الذي أقيل في يونيو الماضي. إبراهيم سعودي، النيل. أعلنت مصادر بوزارة الداخلية العراقية سيطرة ما يعرف بالدولة الإسلامية بالعراق والشام، والتي ترتبط بتنظيم القاعدة على أكثر من نصف مدينة الفلوجة وعلى أجزاء أيضا من مدينة رمادي بمحافظة الأنبار غرب العراق. أضافت المصادر أن النصف الآخر من مدينة الفلوجة يسيطر عليها مسلحون من رجال العشائر الذين يقاتلون الجيش العراقي منذ فض اعتصام الأنبار الاثنين الماضي. وأفاد الشهود عيان بأن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يقيم حاليا نقاط سيطرة في وسط الفلوجة وفي جنوبها، بالإضافة إلى انتشارهم أيضا في أنحاء عدة شرق مدينة رمادي، محتلين نحو 60 سيارة تحمل كل منها على متنها نحو 10 مسلحين مدججين بالسلاح ويرفعون أعلام القاعدة حسب ما أفادت المصادر. يأتي ذلك بعد تجدد الاشتباكات صباح اليوم بين قوات الجيش العراقي ومسلحين في المناطق القريبة من الحي العسكري شرق الفلوجة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد السيد رياض عبد الكريم الكاتب والمحلل السياسي. سيد رياض، قراءتك للوضع الآن في الأنبار بعد تجدد الاشتباكات هناك؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة ما يجري الآن يعني في محيط وداخل الرمادي والفلوجة هو فعلا كان هناك يعني استعراض مشين لبعض الجماعات الإرهابية المسلحة على أثر خروج القطعات العسكرية بعدما تم إزالة الخيم بالنسبة للمعتصمين وبطريقة سلمية، لكن هذا الاستعراض كان هو استعراض استفزازي وغير مبرر، وفيه نوايا تصعيدية في محاولة لجر الجيش أو القوات المسلحة للتصادم ولخلق بلبلة ونوع من الاضطرابات والاقتتال اللي هو اتجاهها بالتأكيد لا يخلو من توجه طائفي. لكن ما سمعت في تقريركم الحقيقة هذه المصادر التي استندتم إليها قد بالغت كثيرا في ترويع الحادث
وفي ايضا اعطاء صوره كثير فيها الكثير من التشويه والمبالغه. هناك صحيح فعلا قد تم استعراض مجاميع من هذه المجامع اللي يعني القوات الارهابيه صح التعبير، لكنها هي مجرد استعراض ليس الا ولم تستطيع ان تفعل. على اثر ذلك قدرت مناشدات ومطالبات من قبل اهالي الفلوجه وشيوخ العشائر الى الحكومه العراقيه باعاده القوات المسلحه الى محيط وداخل الرمادي والفلوجه، وتم ذلك فعلا، وتم الدفع بالمزيد من هذه القوات في محاوله السيطره ولرفض الامن والاستقرار في داخل المدن وفي محيطها. هذه المجاميع قد ولت وهي لم تبقى على الاطلاق، وانما جرى استعراضها لمده نصف ساعه او ساعه، وكان مثل ما ذكرت هي محاوله ترويحيه مبتذله ورخيصه، وفي نفس الوقت لا تؤدي الغرض المطلوب على الاطلاق. وضحت وجهه نظرك سيد رياض، سيد رياض الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لك. رفضت احزاب المعارضه التركيه دعوه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لدعمه والاحتشاد حول حكومته في وجه ما اسماه بالمؤامره التي تنفذها عناصر مدعومه من الخارج حسب قوله. كان اردوغان قد اعلن خلال كلمته بمناسبه العام الجديد ان التحقيق في مزاعم الفساد المالي دبر في اروقه الشرطه والقضاء لتقويض حكومته واضعاف نفوذها في الشرق الاوسط وخارجه. أدعو أبناء شعبنا فردا فردا إلى الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن الديمقراطية، وأن يكونوا صفا واحدا في مواجهة هذه الهجمات القبيحة على بلادنا. في محاولة لكسب الرأي العام والخروج من الأزمة السياسية الناجمة عن فضيحة مالية هي الأخطر التي تواجهها الحكومة التركية منذ وصولها إلى السلطة في عام 2002، حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على الاحتشاد حوله لمحاربة ما وصفه بمؤامرة تنفذها عناصر مدعومة من الخارج. وخلال كلمة ألقاها أردوغان بمناسبة العام الجديد أعلن أن التحقيق في مزاعم الفساد دبر في أروقة الشرطة والقضاء لتقويض حكومته وإضعاف نفوذها في الشرق الأوسط وخارجه. أردوغان الذي فاز في 3 انتخابات متعاقبة صور الفضيحة على أنها حملة من جانب قوى في الداخل ومنظمات مالية أجنبية ووسائل إعلام وحكومات يسيئها أن تتبع تركيا سياسة خارجية أكثر استقلالية عن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. ومنذ كشف الفضيحة التي تسببت في استقالة 3 وزراء وفي تعديل وزاري واسع، قامت الحكومة بحملة تطهير في صفوف الشرطة وأقالت بعضا من أكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضمون الولاء لها، كما عينت مدعين جددا للإشراف على الذين يقومون بالتحقيقات الجارية، وحاولت تعديل سلطات الشرطة بما يمنع إجراء تحقيقات جديدة لكن القضاء أوقف سعيها. ويقول مراقبون إن فضيحة الفساد المالي التي منيت بها مؤخرا حكومة أردوغان تعد التحدي الأكبر له منذ وصوله إلى السلطة قبل 11 عاما، والتي قد تسببت في شق الصف بين أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه قبل الانتخابات العامة القريبة، وتلحق الضرر بالنمو الاقتصادي الكبير. وعلى المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من اسطنبول السيد طه عودة الكاتب والمحلل السياسي. سيد طه تحية طيبة لك أولا، كيف يبدو لك المشهد السياسي في تركيا بعد رفض المعارضة دعم حكومة أردوغان؟ نعم، يعني ما زالت تداعيات هذه الأزمة مستمرة على الرغم من يعني الهدوء النسبي خلال اليومين الماضيين بسبب يعني احتفالات السنة الجديدة، ولكن على ما يبدو بأن هذه الأزمة سوف تداعياتها سوف تتواصل في الأيام القليلة المقبلة، يعني خصوصا يعني إلى حتى هذه اللحظة لم تتضح معالم يعني خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجري حاليا بشأن موضوع قضية الفساد التي نالت عدد كبير من أبناء نواب في وزارة. ما هي الخيارات الآن المطروحة؟ ما هي الخيارات الآن المطروحة أمام أردوغان لإنقاذ حكومته بعد رفض الأحزاب الأخرى وأحزاب المعارضة دعم الحكومة في هذه المرحلة؟
يعني اعتقد المعارضه اننا لم تدعم الحكومه لانها هي يعني سنحت لها الفرصه لانقباض الحكومه اردوغان، ولكن اعتقد يعني هي الكره الان في ملعب حكومه حزب العداله والتنميه وفي ملعب حكومه اردوغان من اجل يعني القيام بخطوات ملموسه من اجل حل هذه القضيه. وكما ذكرت لك يعني هو الصراع محصور ليس بين حكومه اردوغان والمعارضه، الصراع محصور هو بين حكومة اردوغان وجماعة فتح الله جولان التي هي الى حتى هذه اللحظة لم تفتح باب للحوار مع الحكومة. كما ذكرت يعني التوتر الى حتى هذه اللحظة هو سيء، الموقف كلا الطرفين ربصان لبعضها البعض، وتدخل يعني الى حين الانتخابات البرلمانية المحلية في الاختباس القادم سوف تكون الساحة التركية ساحة صراع وساحة متحدة. نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد طه عودة الكاتب والمحلل السياسي حدثنا مباشرة من اسطنبول. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. قصف مدفعي يستهدف درعا واشتباكات في أحياء مدينة حمص بين الجيشين السوري والحر. سقوط قتيلين في اشتباكات بين قوات الامن وعدد من انصار جماعة الاخوان الارهابية بشرق الاسكندرية. رئيس جنوب السودان يعلن حالة الطوارئ في ولايتين قبل انطلاق محادثات السلام في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا اليوم. مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة ينتشرون في مناطق بمحافظة الانبار العراقية وسط غياب لقوات الامن. والآن حان موعد وقفتنا الاقتصادية في هذه الفقرة، أخبار الاقتصاد هذا الصباح مع أحمد فؤاد، تفضل. شكرا لكم أمل وغادة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الاقتصادية نتابع فيها بعد الفاصل. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في أول أيام التداول في العام الجديد بدعم من مشتريات المستثمرين العرب. بكم من جديد. سيطر اللون الأخضر على شاشات التداول في البورصة المصرية في أولى جلسات العام الجديد في ظل مشتريات المؤسسات والمحافظ العربية. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو ملياري جنيه ليصل إلى 428.6 مليارات جنيه بعد تداولات بلغت 130 مليون جنيه في جلسة اليوم. عقدت وزارة البترول لشرح طريقة العمل بالكروت الذكية وكيفية العمل بها، وللمتابعة والمزيد من التفاصيل معنا أمل صبري من هناك. أمل، ماذا لديك من تفاصيل بشأن المؤتمر الذي عقدته وزارة البترول؟